التنسيق أيضا مع مركز الأقصر للدراسات والأبحاث نحيي معا ذكرى 48 للمسيرة الخضراء كمحطة تاريخية في امتدادات التاريخ المغربي الحديث وما لها من قيمة عزيزة عند المغاربة جمعاء على اعتبار أنها كانت الوسط العميق لاستعادة جزء من التراب الوطني للمملكة. نحتفي بأن نشارك هذا المعرض الذي يضم مجموعة من الصور ذات دلالة تاريخية التي تشكل في العمق جزءا من تاريخنا المغربي الحديث بما فيها الزيارة الأولى للمغفور له محمد الخامس وزيارته لمدينة العرائش يوم 10 أبريل 1956 يعني مباشرة بعد عودته إلى المنفى سنة 1956 وبداية استقرار المغرب سنة 1956 أيضا المعرض يحتوي نماذج من الوثائق التاريخية التي تعد مثل سك أو خاتم للعروة الوثقى بين القبائل الجنوبية في المغرب وامتدادتها بأواصر الروابط أو بأواصر العروة الوثقى بين هذه القبائل وباقي القبائل الأخرى والمناطق المغربية التي تجمعها المملكة المغربية.